نروح بعد كده للتشكيل لارقام فريق تجري. نروح للتشكيل الاول التشكيل. نشوف التشكيل الاول وبعد كده نتكلم عن اتفضل. لا ممكن ناخد تشكيل فريق تجرز. نعم هيجي بقى بالظبط ونشوف الفريق زي ما احمد قال هو الخطه المفضله للفريق هي 4 4 2 فلات، وبالتالي طبعا احنا عارفين بيحبوا التحليل 4 4 2 هي افضل طريقه عشان تبقى موزع لعبتك في كل اجزاء الملعب. اكتر طريقه اللعيبه بتبقى متوزعه بشكل جيد طبعا. هي طريقه على فكره يعني بتعمل توازن كبير جدا ما بين الهجوم والدفاع، وكان فيها طبعا جزء يعني فيها جزء ريسكي فيها جزء مخاطره كبير. خلي بالك دايما بتلاقي راس حربه الثاني بينزل لتحت بيبقى كانه 4 5 1 اقرب. صحيح. يعني بس لو ما رجعش في الدفاع بقى في مشكله في الهجمات. تعتمد برضو على الاثنين الاجنحه الجناح فيه دايما بيبقى في واحد فيهم بيبقى بيتحول كصانع العاب وواحد فيهم بيتحول كارتكاس ثالث. طيب نتكلم بقى على نبدا طبعا من عند طبعا حارس المرمى جوزمان، حارس برضو كبير في السن وحارس خبره كبيره، واعتقد برضو واحد من نقاط قوه الفريق. والفريق يا كابتن برضو عايزين نقول فيه رقم مهم ان الفرقه 9 لعيبه من الاساسيين 30 سنه وفيما فوق. يعني فيما فوق 30 سنه، فاحنا بنتكلم على فرقه خبره ولكن عندهم مشاكل في الورك ريت والتحرك، وطبعا الامر ده خاص بمنطقه نص الملعب وبالتحديد المنطقة اللي قدام الاثنين المساكين رودريجز الباك اليمين. طبعا لعيب مميز جدا. عندهم نقاط ضعف طبعا عندهم كتير كمان يعني شاف هم لعبوا مباراة طبعا قدام لوس انجلوس الامريكي، وطبعا اللي ماسكه بوب برادلي اللي كان مدير فني السابق لمنتخب مصر وعمل عليهم بصراحه جيم. كنت انا على المستوى الشخصي اتمنى ان بوب برادلي ولوس انجلوس هم اللي يتاهلوا، بس في الاخر طبعا تاني خسروا بسبب خبره تيجرز. وطبعا تيجرز زي تاني بايرن ميونخ من الفرق اللي عندها نقاط ضعف اكيد. ونروح للاثنين المساكين كارلوس تالسيدو وهوجو ايالا، اثنين برضو فوق ال 30 سنه بس عندهم قدرة كويسة جدا جدا في البوزيشن في التمركز والتحرك. عندهم مشكلة طبعا في السرعة، مفيش سرعة في الدفاع في تيجرز، ولكن عندهم خبرة كبيرة جدا في التعامل مع الكرات. وخيسيوس ديناس ده الباك ليفت بتاع الفريق وفول باك رائع جدا وعنده انطلاقات مميزة جدا وعرضيات جيدة جدا، وكمان طبعا من أحد الأسلحة اللي بيعتمد عليها فريتي في الطيران من الجبهة اليسرى. ممكن أحمد يكمل نص الملعب. بالنسبة للاثنين الارتكاز بقى الأرجنتيني بيتزارو ده الكابتن، على فكرة هم عندهم 6 مش من المكسيك، يعني 6 محترفين سواء من البرازيل سواء من الأرجنتين سواء من أورجواي. بيتزارو هو الكابتن من الأرجنتين اللي هو رقم 19، وجنبه بيلعب رافائيل رقم 5. هما الاثنين الارتكاز بيعتبروا دبل 6، يعني الاثنين بيزيدوا في نفس الوقت، والاثنين برضو في يعني في الهجمه لما بتبقى معاهم بيزيدوا لقدام، وفي الحاله الدفاعيه بيرجعوا مع بعض. نيجي للويس رقم 23 وده الجناح الايمن الخطير. عندهم الجبهه اليمين هي اقوى جبهه تحديدا، الاثنين لويس سواء لويس رودريجيز او لويس رقم 23 الاثنين دول خطيرين جدا. الجبهه اليمين هي اقوى، هي سر قوه الفريق ده. الجناح الايسر بيبقى اكينو رقم 20 ناحيه الشمال، والاثنين اللي قدام ليوناردو فرنانديز. ليوناردو فرنانديز ده بيتحول كصانع العاب، ممكن الطريقه بتتحول في بعض الاوقات ل 4 2 3 1. بنزور رقم 17 تحت الفيرويد، وقدام طبعا المهاجم الخطير جدا جدا الهداف وهو هداف بطوله الكونكاكاف اللي هو جيجي نياك المهاجم الفرنسي. كان مقدم مواسم كويسه جدا، وحتى لما راح هناك في الفريق المكسيكي ده الناس اتكلمت ازاي تروح المكسيك وهو يقدر يروح دوري يلعب في الدوري الانجليزي ويلعب في دوريات قويه جدا. مهاجم طويل القامه ومهاجم هداف، يعني هو ابرز لاعب في الفرقه دي هو المهاجم ده، مهاجم خطير جدا. نعم. لو بصينا برضو على الرباعي الخلفي هوجو ايالا ده دولي في منتخب المكسيك وخبره كبيره جدا زي ما كريم قال. كارلوس برضو المساك الثاني هم برضو عناصر خبره، ولكن تحديدا كلمه السر اللي نعمل عليه دواير في الفرقه دي هو رودريجيز الباك اليمين ولويس رقم 23 الجبهه اليمين دي. خليني اقول لحضرتك ان هم بيعملوا من الجبهه اليمين دي في بطوله الكونكاكاف عاملين 64 عرضيه من الجبهه اليمين 64 عرضيه. طب الجبهه الشمال عاملين منها كام؟ عاملين 33، يعني النص الضعف في الجبهه اليمين. دي من المرات القليله لان دايما ما اعرفش ليه يعني، بس دايما بلاقي ان الناحيه الشمال هي اللي بيبقى عندها تحضير اللعب اكتر والاوفرات اكتر في معظم فرق العالم يعني. صح.
هم كمان عندهم نقطه مهمه في زي ما حضرتك بتقول تحضير اللعب. هتلاقي في لما نجيب جدول الاكثر تمريرات المساك الشمال والباك الشمال هتلاقيهم في الاكثر ورافائيل بيرحلوا على بعض وبيجمعوا اللعب وبينقلوا دايما. يعني الباك اليمين بيبقى طاير والجناح اليمين ده بيبقى طاير دايما اللي هو لويس ولويس الاثنين دول بيبقوا طايرين. فتلاقي الخريطه الحراريه بتاعتهم مكمله لغايه الاخر لان هم نقطه قوتهم المهاجم ده دايما مميز قوي بالقطع على القائم القريب. دايما سيب بقى التشكيكه في الاسلام. عايز اقول ليه الكرات العرضيه كتيره في تيجرز؟ عشان طبعا جينياك مهاجم طويل ومهاجم رائع في الضربات الراسيه واللي لازم تعتمد عليه. ولكن عندهم لاعب ورقه مهمه قوي 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 على الدكه، لوبيز. لوبيز دايما بيستخدمه فيراتي في الشوط الثاني، وليه النهارده معانا في بيعمل هو وجينياك تريك او بيعملوا كده خدعه. طيب. مع بعض لما هنيجي للحالات باذن الله. خلاص.